ورينا خويا يوسف الهوته ورينا 180. هاد الكسيوات حتى هما في الصول البيسه ديالها تتجي على هذا الشكل هذا وتتجي فيها الطرزه بزاف. دابا انتم فيها الابيض مع البلوغوا، فيها مرتديلا مع النوار، فيها الباج مع هذه هاد الشيء كامل هنايا راه صول من ال حتى دوبل اكس ال، تلبس طروه اكس ال دايرين 180 درهم اليوم. هاد هاد لونسومبل ديال الدبيديبات اللي داير 250 درهم اليوم غير 130، راه فيه العدد وفيه الالوان ما شاء الله. شوفوا معايا الالوان ديال هاد الكسيوات تجي على هاد لونسومبل هذا بالثمن ديال الجمله غادي تشري شنو تقل من ثمن الجمله 130 درهم، 100 تلبس حتى ل 50 120 بالنسبه لونسومبل تيجي على كسيوة ديال 180 100 درهم، كسيوة 100 درهم. شوفوا كي بالنسبة لهذا قلت لكم الاكس ال ديالها تتلبس ل 50. ثم بالنسبة لونسومبل شوميزة جاتنا مع هاد السروال ديال 60 درهم، الالوان ديالها فيها البلوروا فيها غوز فوشيا، تلوينات فيه البلوروا وفيه النو... شحال تيلبس؟ هادو ديال لولان تيبقاو لكم الثمن ديالهم البنات 650 درهم. هذا البنات كانت 180 واش ماشي 180 ماشي 130. هاد الكسيوه هادي تتجينا كلوش الثمن ديالها داير 180 اليوم غير 99 درهم. انا واخداها ب 200 درهم 130 درهم 150 درهم اليوم، هادي 100 درهم. بالنسبه لهذا 3 بياس عاوتاني تيجينا 2 بياس، هذا للمحجبات فيها الكمال. كاينين هاد الكسيوات هادو البلوروا وفيها الكري. اهلا المتتبعين متتبعات القناه ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى نتوما تشاهدوا هاد لا فيديو تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم نهار جديد فيديو جديد وهوته جديده. اليوم واحد الفيديو غادي يكون قنبله، لان اليوم تحطيم الاسعار غادي تشوفوها من عند شيك ستيل. اليوم داير واحد البرومو غادي نطلعوا الطبقه الفوقانيه ها سولد البنات بالنسبه لليوم ابتداء من 60 درهم. يتبعونا من الاول حتى الاخر، ما تنساوش اللايك البارطاج مع الاحباب ديالكم باش كلشي يستافد. قبل تيديروا التوصيل في كازا وخارج كازا. بالنسبه للمحل نذكركم بالعنوان في اخر لا فيديو، نصور لكم طريق الناس اللي باغيين يجيو للمحل. هذا شارع محمد بوزيان اللي معروف بالهودج. انا من نهار عقلت على راسي هذا معروف بالهودج تنجي ليه. اونفاس مع عالم الزرابي اللي داير ضجه في كازا، اونفاس مع المحل شيك ستيل حدا تصفيه ديال الدم. المهم هذا هو العنوان ديالو. وبقات القدامة البنات كاين اللي كان اسيما سابقا ولا دابا مارجان مارك، وحده عماله بن مسيك اونفاس مع الشركه العامه. بعدكم في التلفون. انا خويا يوسف لاباس عليك؟ بخير هاني ما عطلتكش؟ لا مازال مازال لا مازال. مرحبا بكم، مرحبا متابعين ديالكم. راني ما عطلتكش، قلتي لي جبت سلعه جديده وكلها برومو. اليوم ما كاينش اسعار خيال برومو. غادي نشوفوا معاهم الجديد اخر ما كاين بالنسبه للونسومبل الكسيوات. وغادي ابتداء من 60 درهم توصل كي قلنا داخل كازا وخارج كازا، تتحلوا السيمانه كامله ما عدا الجمعه في الصباح. بالنسبه للناس اللي ما قدروش يوصلوا عندك المحل يعني ما عرفوش الطريق، غير تواصلوا مع الرقم كاليزاسيون توصلكم حتى للمحل. المهم اليوم غادي نشاركوا معكم كل شيء جديد بالنسبه للكسيوات ديال الجين، جابوا الجديد بالنسبه لونسومبل ديال الجين اللي جا الطلب عليه بزاف. بالنسبه لهذا تيجي في اللبسه ديالو واعره البنات، كاينه الكسيوه اللي تتجي كامله، كاينين شوميزات القصار الطوال بالنسبه عندهم من بتي طاي حتى الكرون طاي. غاد نبداو على بركه الله. كاينين هاد الكسيوات هادو البنات هما في الصولد. شوفوا معايا الكس بالنسبه لهاد الكسيوه تجي على هاد الشكل هذا، في اللبسه ديالها تجي شويه قصيره تقدو تلبسوها مع الكل. دابا 130 درهم حيد لكم 50 درهم. نكملوا هاد الموديل هذا يوسف، فيهم الزواقات اييه. نشوفوا هاد الموديل هذا، هاد الموديل هذا تتجي فيه هاد الوريقه هادي من هنايا اييه. الفرق بين هاد الموديل هذا باش يعرفوا، هذا تيجينا اوفر سايز يعني تيجي ماشي مونش كامل. بالنسبه لهذا تيجيو الكتيفات ديالو طايحين، لي مونش يجيو مقبوطين.
تتجي فيها هاد الوريقه هادي من هنا من الظهر ديالها وحتى لتحت، تيكون فيها هنايا واحد البوشه البنات راه فيها حتى الجياب ها نتوما، فيها الابيض مع البلوغ، فيها مرتديلا مع النوار، فيها الباج مع النوار، ما شاء الله واعره. توب ديال الكريب المكرش تنبقاو في التوب ديال الكريب ها نتوما، فيها هاد لورونج هذا خطير، هاد اللون هذا ما شاء الله، فيها حتى البلوغوا ديالها مخدومه مع الابيض، حتى هي تتلبس من الال حتى للدوبل، وهادو يقدو حتى لطروا اكس ال تقدر تلبس هذا، لان الفصاله ديالها تتجي اوفر. شو معايا الاكتفاء ديال هادي ها نتوما تيجيو طايحين، ها نتوما لي مونش ديالها اييه، وراهم واحد الموديل باش بان ليهم. ايه عريض راه هذا تلبسو حتى المحجبات، بالنسبه لهادي تتجي طويله على هذا الموديل هذا اللي تيجي اوفر سايز. ايه ما شاء الله. وبالنسبه للثمن ديال هادي، الثمن ديالها كيبقى 130 درهم، 130 درهم بحال هادي بحال هادي بحال هذا البنات، 130 درهم اللي كانوا 180 درهم. اليوم كلشي غادي يلبس معنا، مازال كاينين موديلات، نساليو من هاد الموديلات هادو اللي بحال هاد الشكل هذا، عاد ندوزو لكم لدو بياس. ها نتوما هادشي كامل البنات، هادشي كامل هنايا راه سولد. فين حتى هاد الموديل هذا بالنسبه لهذا عاوتاني، هادي تجي فيه طبعه بالنسبه لهذا التوب ديال الكريب المكرش، تيجيو حتى هما الكتيفات ديالهم طايحين، لي مونش يجيو مقبوطين. الالوان اللي شحال تتلبس؟ تال دوبل اكس ال بالنسبه لهذا الموديل. الكسيوه ديال 180 درهم اليوم هذه البنات غير ب 120 درهم. توب ديال الكريب المكرش هابطه بالصديفات، تلبسوها مع كولون، لي مونش ديالها تيجيو طايحين، الكتيفات ديالها لي مونش يجيو مقبوطين، هكا تجي في اللبسه ديالها. والتوب ديال الكريب المكرش اييه ما شاء الله. الالوان اللي فيها، فيها النوار، فيها البلوغوا، فيها الكامل، فيها البيج، وفيها الاخضر الملكي. هذه حتى هي تتلبس حتى للدوبل وتلبس حتى للطروه، لان شوفوا معايا الاكتفاءات ديالها تيجيو طايحين وعريضه، لي مونش يجيو مقبوطين، هابطه بالصديفات. هذه تتجي طويله ما تجيناش قصيره، تتجي طويله يعني تلبسيها بوحده. متاكد 120 درهم البنات بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال الكسيوه. لا لا لا، 120 درهم بدل من 180 درهم. بالنسبه لهذه تتجي فيه الطبيعه ديالها ديال الوريقه، يعني تتجي لتحت. نشوفوا موديل اخر وفيها العدد، الناس ديال الجمله والتقسيط. اييه اللي بغى الجمله مرحبا، واللي بغى التقسيط حتى هو مرحبا. كاين حتى هذا الموديل هذا ما شاء الله زوين البنات، هذا تتجي عاوتاني هذه طريزه، هذه بالنسبه لهذه ماشي طبعه، تيجيو اوفر سايز بالنسبه للي مونش ديالها، تتجي كول في يعني، وفيها افتتاحه القدام بالنسبه للتوب ديالها الكريب المكرش زوينه. مني تتلبسها يوسف؟ بالنسبه للي طاي ديالها من الال حتى تل دوبل اكس ال، تلبس طروه اكس ال لانها تتجي اوفر سايز بالنسبه للي مونش ديالها، تيجيو طروه كار، فيها الابيض، فيها الباج، فيها الغوز مرتديلا، فيها الاخضر الملكي، وفيها اللون الاخير هو البلوروا. ها نتوما شوفوا معايا هذه، هذه قال لي الثمن ديالها اييه الزيت يا البنات، هذا واعر فيه، مدخلين فيه الباج ما شاء الله طوب، خطيره هذه البنات. والثمن ديالها يوسف شحال؟ الثمن ديالها شحال يوسف؟ الثمن ديالها البنات هادو دايرين 180 درهم، اليوم هذه 130 درهم، حين الطرزة ماشي هي الطبعة، طرزة البنات هذه تتجي فيها الطريزة، تتجي خفيفة، هذه عملية وباردة في هذه الوقيتة هذه ديال الحرارة، الله يرحمنا. بالنسبة لهذه تتجينا كول في البنات، والكول في ديالها اللي ما طايح يعني مستورة، تيجيو أوفر سايز، فيها الجياب. بالنسبة لهذه اليوم تحية للدبيديبات من هنايا، لان هذا المحل هذا باش يعجبني
لي غون طاي، يعني دخلتي كنتي تتلبسي الام تلقاي قدك، تتلبسي 3 5 6 اكس ال تلقاي قدك في هذا المحل. هادي صدمني فيها الثمن ديالها اللي قال لي 130 صدمني. هي دايرين 180 درهم، موديل ديالها اوفر سايز تجي فنه بالنسبه لهادي، خطيره البنات هاد ما شاء الله. غادي ندوزو لموديل اخر، غادي نبقاو في هاد الكسيوات هاد. كاين هاد الموديل هذا ديال هاد الكسيوات اللي كنا شفنا معكم، هذا ديال الورقه، كاينه هذا ديال الافريقيه نقولوا ديال الافريقيه. شوفوا معايا الموديل ديالها كيفاش يجي. هذه افريقيه بريمي. اييه بالنسبه لهذه فيها غير طبيعه، وكاينه هذه اللي تجي مطروزه. شو هذه عاوتاني شو ميزه، شوفوا معايا الموديل ديالها. تيجيو فيه تجي فيها الطبيعه هذه من هنا، تيجيو فيها لي بوش من هنايا، تجي كل في هابطه بالصديفات. بالنسبه لهذه في التوب ديال لولا، شوفوا معايا هانتوما ما تخافوش منه انه يشرب ليكم. فيها اللوينات، فيها البلوروا، فيها الباج، فيها هاد الصابلي هذا. بالنسبه للصابلي فيها هذا لي طاي اللي فيها تل دوبل اكس ال بالنسبه لهذا. اييه تجي اوفر سايز. هانتوما بالنسبه لهذا الاخضر بقات فيه بياسه وحده، الاخضر الملكي، وهذا الفيغ كناري بقات فيه بياسه وحده، يعني اللي سبقات فيه ما تديها، لان هادو غير سولد البنات. اييه هادو غير سولد، والناس ديال الجمله اللي بغا هاد السولد يجي ليه. الثمن ديال الجمله ثمن ديال السولد. اييه ما شاء الله ما شاء الله عليك. كاين هاد الموديل هذا يوسف قلتي لي ديال دو بياز، ما قلناش الثمن. انا يا راه تلفاتني الصول تلفني اليوم. شحال الثمن ديالو؟ شحال كنا صورنا هاد الموديل هذا؟ شحال كنا صورنا؟ وقيلا 180. اه 180 120 درهم. 120 هذا البنات كنا صورناه الى عقلتوا الفيديو اللي قبل من هذا اللي تحط، تصورتو 180 درهم، دابا 120 درهم. بحالهم بحال هاد الديزاين هذا في البيسه ديالها، يعني تتجي بحال هاد الشكل هذا، غير الزواقه اللي تتختلف. وتنبقاو في الكسيوات، شوفوا معايا هاد الموديل هذا ديال الكسيوات، يجي اوفر سايز، يعني البتي طاي والكغون طاي تقدر تلبس هاد الموديل هذا، فيه ثلاثه ديال اللوينات، تيجي ستوندار، يعني تتلبسي 4XL 5XL حتى 6XL يجيك هاد الموديل. شوفوا معايا غير هانتوما لي مونش ديالهم تيجيو هاكا عراضين، تيجيو اوفر سايز. التوب ديالهم التوب ديال لولا. بالنسبه لهذا نشوفوا الالوان ديالهم، فيها هاد النواغ هادي، فيها هاد الغوز فوشيا، واللون الثالث ديالها هو هذا اللي داخل فيه البلوروا. هذا اليوم البنات كنا تصوروه شحال يوسف؟ 150 ياك، 150 درهم. دابا شحال الثمن ديال البرومو؟ 100 درهم، 100 درهم بدل من 150 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا ما شاء الله. هذه غير ب 100 درهم البنات بدل من 150 درهم. اليوم هذه 100 درهم، التوصيل كاين في كازا وخارج كازا. الناس اللي بغات توصلها السلعه تواصل مع الارقام اللي كاينين في لا فيديو، تخلي لهم ميساج هما يجاوبوكم، لا ما جاوبوكمش بالنهار يجاوبوكم بالليل. حيت قال لي يوسف مثلا تيصيفطوا ليه ميساج تيقول لي خويا بغينا كسوه، تيقول لك اش من كسوه، تيقول لي صيفطي لي السكرين. كاينه اللي تتصيفط لي، كاين اللي ما تتصيفطش لي، يعني باش تسهلوا عليه هو اكثر. انكم عجبكم شي موديل صيفطوا السكرين وسولوا على لي طاي، على الثمن. الله يكبر بك. وكاين هذا الموديل هذا ديال شوميزه قلت لكم، هذا تيجي طويل، يعني اللي ما دايراش الفولار تقدر تلبسها بوحدها، تجي هابطه بالصديفات ديال تنقولوا ديال الخشب، تيجي فيها هذا البوش من هنا. هذا ديال الاولى، شوفوا معايا هذا تيجي طايح وفيها الصديفه هنا، الا بغيتي تجمعي المونش ديالك. فيها ثلاثه ديال اللوينات، فيها السيال، فيها البلوروا، البلو مارين، وفيها الاخضر. فيها ثلاثه ديال اللوينات، والثمن ديالها يوسف شحال تتلبس بعدا؟ تال دوبل اكس ال بالنسبه لهذه، كي قلت لكم تجي من القدام طويله والظهر ديالها تيجي طويل. بالنسبه للثمن ديال هذه يوسف شحال؟ شحال انا ما عرفتش. 180
180 هادي 100 درهم بالنسبه لهاد الشوميزه هادي ديال البنات 100 درهم ماشي 180 100 درهم وتتلبس حتى لدوبل اكس ال فيها ثلاثه ديال اللوينات فيها الاخضر فيها السيال وفيها البلو ماري ثلاثه واليوم 100 درهم ماشي 180 درهم بالنسبه لهاد الشوميزه هادي اللي تتجي طويله هبل ليا اليوم تورع المتابعات ياك الله يكبر بك هادشي علاش عيطتي ليا قلتي ليا كاين الصول راه عيط عليا ومازال يعيط على لطيفه هي زيد ندوزو للهوته قال لي يوسف اليوم غادي نصدمك في الاثمنه بالنسبه لهذا الموديل هذا انا خديت في السيال في بلو جين بالنسبه لهذه فاش قال لي دابا الثمن صدمني في الثمن انا واخداها البنات ب 200 درهم بالنسبه لهذه وفهاد اللون هذا يوسف عار في اللون اللي خديت ها نتوما في الصدف ديال العود تيجي فيه واحد لابوش هابطه بالصديفات فيها افتتاحه لي مونشيجيو مقبوطين شوفوا معايا الموديل ديالها كيفاش تيجي هذا التوب ديال لولا لي طايا يوسف هادو تلطروا اكس ال من ال تلطروا اكس ال الالوان اللي فيها فيها الاخضر فيها هذا البلو هذا البلو مارين بالنسبه لهذا عاد فيها الفيغ او بالنسبه اربعه الالوان اللي فيها ايه عاود لهم الالوان فيها البلو مارين بلو مارين هذاك فيها هذا الاخضر هذا بيستاش بين كناري وبين الاخضر بيستاش شو الالوان ديالها باش تعرفوا الاختلاف ديال الالوان هذا في البيستاش وهذا في الفيغو ايه البلو مارين ديجا شفناها يوسف وهذا البلو جين اللي خديت والثمن اللي قال لي يوسف انا واخداها ب 200 درهم اليوم يوسف شحال 130 ما شاء الله 130 درهم من 200 درهم 130 درهم بالنسبه لهذه وفيها العدد فيها العدد جمله وتقسيط اي شفنا هذاك البلو مارين اييه حتى هاد اللون هذا ما شاء الله زوينه البنات شوفوا معايا التوب ديالو كيف داير اييه خطير هذه انا تلبسها مع سروال بيض كولون تتجي في اللبسه ديالها ما شاء الله زوينه واللي طويله تجيها اكثر تجيها واعره اكثر ما شاء الله نكملوا لكم في الهوته البنات 130 درهم بدل من 200 درهم بالنسبه لهاد الشوميزه ديال لولا تتلبس حتى لطروا اكس ان لا ماشي الثمن ديالها صراحه بالنسبه لهذه الثمن ديالها اليوم يوسف دو بياس دو بياس 120 درهم 120 درهم والتوب ديال الكريب المكرش يعني المحجبه تقدر تلبسو والغير المحجبه شوفوا معايا الموديل ديالها لي مونشيجيو عراضين من هنا فيهم لي بلي وحتى هنايا لي بلي بالنسبه لي طايح حتى للطروا اكس ان 4 يعني حتى 4 اكس ال بالنسبه للموديل و 120 درهم اييه يعني هذا الصف هذا فاش تجيو البنات هذا الصف كامل 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 سولد وحتى هذا سولد البنات هذا الشيء كامل سولد ما قدرناش نصوروا لي هاد الكسيوات هادو شحال الثمن ديالهم نشوفو شي حاجه منهم هانت هاد الكسيوات البنات الثمن ديالهم 100 درهم كسيوه ديال 180 100 درهم اييه ما شاء الله بالنسبه لهاد الصف هذا كامل كي قال لكم وليني على حسب لي طاي يعني انت وزهرك في لي طاي يعني هادو كاملين كاين كسيوه ديال 100 درهم وكاينه ديال 130 درهم ما شاء الله شفنا معكم هاد بقاو البنات في السولد كاينين هاد الكسيوات هادو تيجيو طبقات بالنسبه لهذا التوب ديال الكريب المكرش هانتوما التوب ديالو كيفاش يجي تيجيو طبقات تيجيو واسعين بالنسبه لهادو يلبسوه البنات حتى ل 4 اكس ال بالنسبه لهذا 3 اكس ال شوفوا كيفاش جات هي ما كتبغيش الالوان شوفوا الكلوش شوف شوفوا البنات 99 درهم كاين اللي ما بغاتش تلبس
شفتوا والالوان التلوينه اللي فيها تبارك الله هذه اللي نشوفوا الالوان ديالها، فيها هاد البلو جين، فيها الكاميل، فيها هاد الصابلي هذا، فيها الغوز مرتديلا، وعاد فيها الباج ديالها. ياك تيلبسوا حتى ل 4 اكس ال، من 3 حتى ل 3 اكس ال، ولكن تلبس حتى ل 4، لان كي شفتوا معايا الثوب ديالها طايح بالنسبه لهذه طبقات، وتتبقى لكم الثمن ديالها شحال؟ 100 درهم. 100 درهم البنات بالنسبه للكسيوه اليوم سامبل 100 درهم. ما شاء الله الخدمه ديالها كيفاش تتشوفوا، تتجي طبقه الثوب ديال الكريب المكرش، يعني كاليتي في الثوب والخياطه ديالها، و100 درهم. اليوم برومو محدود لكم، وشحال يبقى البرومو يوسف؟ 3 ايام قلتي لي ياك ولا 3 ايام، يعني غادي يبقى لهم جمعه وسبت وحد، ونزيدوها حتى الاثنين حتى الاثنين. هي نكملوا لهم البرومو اللي كاينه. كاينين هاد الكسيوات هادو، هادو تتجي فيهم طريزه في لي مونش، لي مونش يجيو على هاد الشكل هذا، الثوب ديال الاولى يعني شي حاجه زوينه، طريزه من هنايا تتجي فيها ليبلي من هنايا، الالوان اللي فيها، فيها الابيض، فيها الكاميل، فيها جوج تلوينات، وفيها الباج مفتوح ديالها. والثمن ديال هادي 250 درهم بدل من 270 درهم. نشوفوا هذا الموديل، هذا زوين، هذا كنا شفناه في نصكم، وريهم الموديل اللي كنا شفناه ديجا. ها انتم هذا اللي كنا شفنا بنصكم، دابا داروه لكم في لي مونش. الثوب ديال الخيط واعر هذا، عاوتاني هذا خيط خطير هذا، يلا طايح ما شاء الله. كاينه هذه بلي مونش، وكاينه الاخرى بلا لي مونش. والثمن ديال هذه 180 درهم بدل من 200 درهم. الالوان اللي فيها بالنسبه للي مونش، في هذا الاخضر، هذا في الاخضر، بالنسبه لهذا ديال نسكم اللي فيها البلوروا وفيها الكري البلو مارين، فيها جوج تلوينات، والثمن ديالها 180 درهم بدل من 200 درهم. وكاين هذا الموديل هذا ديال الكسيوات اللي عاد جا دابا حاليا، بالنسبه لهذا شوفوا معايا الثوب ديالو كيف داير، الثوب ديال الخيط ما شاء الله، شوفوا معايا الفصاله ديالها كيفاش تجي، تيجيو فيها جويبات هابطه بالصديفات، تتجي طويله الناس اللي تيبغيو كسيوات طوالين ومستورين، وتيجيو سامبل. ها انتم فيها الفيغ او، شفنا غوز فوشيا ديالها بالباج. نكملوا الالوان، فيها الابيض مع النواغ، فيها الكاميل، وعاد كاين النواغ مع الباج. بالنسبه لهادو اليوم يوسف شحال؟ بالنسبه لهادو الثمن ديالهم هادو كسيوات عاد جاو ياك؟ شوفوا معايا غير الخدمه ديالها كيفاش داير، بغيتكم تقيسوا الثوب كيف داير البنات. الثوب طايح بالنسبه لهذا، واليوم شحال يبقى للمتابعات؟ 180 درهم بدل من 200 درهم بالنسبه لهذا الموديل. هذا انا نوريه لكم ملبوس في المانكا وتشوفوا كيفاش جا. هانتوما البنات اللبسه ديالها كيفاش جات، هذا في الغوز فوشيا ما شاء الله، جات زوينه في الفصاله ديالها، واللي زوين ان لي مونش ديالها تيجيو ماشي مقبوطين مطلوقين، يعني تيجيو ضروه. غادي ندوزو لكم للصول ديال 60 درهم، السراول اليوم ب 60 درهم. شوفوا معايا هانتوما 80 درهم ولا دايرين 60 درهم. الثوب ديال الكريب المكرش بالنسبه لهذا، ونشوفوا الالوان ديالو، دايرين 80 درهم اليوم، هادو ب 60 درهم يعني سولد. بلو جين، فيها الفيغ او يعني كناري، فيها البس، فيها الاخضر الملكي، فيها الفيولي، فيها الغوز مفتوح، فيها غوز فوشيا، فيها الابيض، وفيها النوار. هالالوان اللي فيهم هادو دايرين 80 درهم اليوم، تيبقاو لكم غير ب 60 درهم السريولات، يعني وتختاروا شي شوميزه من الشوميزات اللي كاينين، يعني شوميزه مثلا هذه ديروا ليها غوز فوشيا بالنسبه لهذه، كاين هذه بالنوار ديروا ليها الابيض. شوفوا معايا ها انتم لبسه كامله هذه، بالنسبه لهذه الشوميزه ديالها شحال تتبقى؟ دايره 180 درهم. غتبقى لكم 160 درهم على 60. ثم بالنسبه للونسومبل شوميزه جاتنا مع هذا السروال ديال 60 درهم، يعني الشوميزه تتبقى لكم بدل من 180 درهم 160 درهم، والسروال بدل من 80 درهم 60 درهم. ما شاء الله.
الله يكبر بك. هانتوما وفيها بالنسبه لهذه فيها الالوان، شوفوا الالوان ديالها، فيها البلوروا، فيها غوز فوشيا، فيها النوار مع الابيض. هانتوما فيها الالوان وتختاروا السراون من هنايا، كاين الابيض، كاين النوار، كاين غوز فوشيا، كاين الفيولي، كاين البيستاج. مهم سريولات هادو ب 60 درهم بدل من 80 درهم، شوميزه 160 درهم. هاد الشوميزه انا تلبسها البنات ال 50 وجاتني جاتني فيها الاكس ال، الاكس ال يعني تتجي هاد الشوميزه عريضه دبيديبات. هاد الشوميزه غادي تجيكم الا كنتو تلبسوا القصير، يعني ما تجيش طويله بزاف على حساب المحجبات، ولاني راه ديروا ليها سروال بحال هاد الشكل هذا، يعني سروال يجيكم عريض. وريهم يوسف، ها نتوما سروال عريض راه فيهم الالوان هادو، شتو معايا ما تبانش لكم انها تجيكم زعما قصيره، يعني السروال تيجي كلوش. بالنسبه لهاد الشوميزه هادي التوب ديالها خطير، شوفوا معايا البنات التوب ديالها خطير، مبرد ديال هاد الوقيته هادي، فيها هاد البوش هذا اللي تيجينا هكا مطروز، تتجي من فيها الجناح، شتو من هنايا الجناب تتجي قصيره، ولكن القدام والظهر ديالها تيجي طويل، تيجيو الكتيفات ديالهم اوفر سايز طايحين. بالنسبه لهذا قلت لكم الاكس ال ديالها تتلبس ل 50. نشوفوا الالوان اللي فيها، فيها غوز فوشيا، فيها البلو جين، فيها السيال ديالها، فيها الاصفر البناني، فيها البيج، وفيها الابيض ديالها. يعني انا هذا الموديل هذا غادي ناخذ منه، غادي ناخذ منه لان جاتني في اللبسه ديالها زوينه، والتوب ديالها اللي هو مبرد. وقال لي يا يوسف اليوم هادو كانوا شحال كنتي تدوزو مع يوسف؟ 200 درهم. اليوم شحال يبقاو للمتابعات؟ 180 درهم ليكم نتوما، يعني بدل من 200 درهم. ها نتوما شوفوا معايا 200 درهم غتبقى لك 180 درهم، والنيتوب ديالها خطيره البنات. بالنسبه لهاد الشوميزه الالوان اللي فيها تتلبس حتى لدوبل اكس ال، يعني من ال حتى لدوبل اكس ال، يعني هاد الشوميزه هادي خطيره، وقليل فاش غادي تلقاو لي طاي ديالكم. يعني باش قلت لكم هاد المحل زوين انه اللي تلبس اصغر طاي الى اكبر طاي. نتوما كاينين هاد الشوميزات هادو، هادو تيجيو طوالين، تيجيو عرات، تيجيو فيهم هاد لي زيستراس، توب ديال الكريب المكرش، لي مونش ديالهم تيجيو مقبوطين. الالوان اللي فيها، فيها الكري، فيها بلو جين، فيها النوار، وفيها الكاميل ديالها. بالنسبه لهادو تالين تيلبسو 52 والثمن ديالهم 130 درهم اليوم، 130 درهم وطايح حتى ل 50. كاينين هاد الشوميزات هادو، شفنا معكم السراول، دابا الشوميزات يعني غتختاري اللي بغيتي. سروال ابتداء من 60 درهم. ها نتوما بالنسبه لهادي شحال تتلبس هادي؟ تلبس حتى لدوبل اكس. كاينين حتى هاد الشوميزات هادو حتى هما تيلبسو حتى ل 50. بالنسبه لهادو حتى ل 50 التوب ديال الخيط، شوفوا معايا هادو تيجيو بالصديفات، تيجيو ها نتوما تيجيو اوفر سايز. بالنسبه لهذا باش قلت لكم دبيديبا تيلبسو معنا اليوم. كاين هاد الغوز فوشيا، كاين البلو مارين، البلو بلوغوا، فيها البلوغوا وفيها النواغ ديالها، وكاينه هادي عاوتاني هادي فيها الباج والنواغ. يعني قلت لكم كاينين السراول ابتداء من 60 درهم، تشري لها شوميزه ما شاء الله لبسه طلع لك، والثمن ديالها 130 درهم. 130 درهم والسروال 60 درهم، شحال هي؟ 130 ما شاء الله. وهادي ما قلناش الثمن ديالها، حتى هادي 130 درهم. كاينه هادي اللي صراحه حمقاتني، التوب ديال الخيط، ولاني التوب ديال الخيط البنات شوف التوب ديالها طايح. بالنسبه لهادي ما شاء الله خطير، الالوان اللي فيها ما شاء الله، فيها الفيولي، فيها الكناري، فيها الاحمر. هذه البنات كانت ب 180 درهم، تصورات ب 180 درهم، دابا دارها لكم في السولد. دابا يوسف باغي يحمقني، الحاجه اللي تنقول لها ديجا تيقول لي لا ما بقاش هذاك الثمن، يعني شد المحل كامل بغى يخويه. واش باغي تمشي للبلاد؟ ما مشيتيش في العيد. الاثمنه انا قلت 180 درهم، انا قلت 180 درهم،
هادي 120، 120 درهم البنات. اللي ما تقدتش دابا واعر، اللي ما تكساتش دابا ضيعت عليها الفرصه. هادو 120 درهم بدل من 180 درهم. هادا البنات كانت 180، دابا 120 درهم. وفيها الالوان اللي اللي فيها تال دوبل اكس ال. بالنسبه لهاد الموديل هذا ديال الشوميزه، كاين شوميزه ديال ساتان اللي كانت عليها الطلب بزاف. بالنسبه لهادي الثوب ديالها ساتان اللي طايح ما شاء الله. شوف شوفوا الثوب ديالها البنات ما شاء الله، فيها جوج تلوينات اللي طاي اللي فيها اللي قلتي ام والاس اكثريه. ليش حاجه ديال الام؟ نقولوا الام والاس، الام والاس اللي كاينه في هاد الساتا هادي ما شاء الله. والثمن ديالها 130 درهم، كانت 180 دابا 130. كاين هاد الساتا هذا اللي تيجينا في لون واحد، حتى هو تيكون طلب عليه بزاف، كاينه في الزيتي، كاينه في الابيض، كاينه في روج بريك، كاينه في روج بريك، كاينه في الكاميل ما شاء الله، كاينه في البيج، كاينه في البلون كاسي، كاينه في الاخضر، تيبانوا لي الالوان من هنا، كاين في غوز فوشيا، كاين في النوار، المهم جميع الالوان فيها. وبالنسبه لهذه شحال الثمن ديالها؟ 130 درهم. بالنسبه لهذه اللي كانت صورتها البنات 200 درهم، دابا 130 درهم. كاين هذا الستيل هذا عاوتاني، هذا تيجي طويل وتيجي اوفر سايز ما شاء الله. بالنسبه لهذا فيه الالوان، في هذا الابيض، في هذا الغوج بغيك، وفيها النوغ ديالها. شحال تتلبس هذه يا يوسف؟ يعني تلبس الدوبل اكس ال. اييه دوبل اكس ال تقدر تلبس. اييه ما شاء الله. شحال الثمن ديالها؟ ما تقولش ليا 130، ما تقولش ليا 130. 100 درهم، 100 درهم البنات، ماشي 180، ماشي 130، 100 درهم بالنسبه لهذا الموديل هذا ديال الشوميزه. وتيلبس حتى الدوبل اكس ال. يعني السيده سمعتها قالت لك بغات الشوميزه ما شاء الله. يوسف غادي وتيجبد لكم، غادي وتيجبد في لي سول. راه الفيديو سمحوا لنا غادي يجي الفيديو طويل، ولاني ما بغيتش نفلت لكم. هذه شوفوا معايا الشوميزه هذه 180 درهم. دابا ما عرفتش يوسف اش يدير. انا تنقول لكم الاثمنه اللي كتصورت انا في الفيديوهات ديالي، يعني في القناه ديالي. الباج الاخضر هادو شحال؟ شحال هادو؟ 100 درهم. تا هما 100 درهم. من 180 درهم البنات 100 درهم. ها 100 درهم. يعني جبتي كاع المحل رديتي 100 درهم. ها 100 درهم. هي البلورو هادو البنات صورناهم 180 درهم، دابا ب 100 درهم. فيها البلوروا، فيها النواغ، تتجي طويله وتتجي مستوره. يعني كاينه هادي اللي شفنا معكم في الاول، هادي ديال الكريب، ولاني هادي ديال لولا باش عرفوا البنات. هادي كانت صورات 180 درهم، دابا غير ب 100 درهم. قلت لي يوسف ندوزو دابا لونسومبل، قال لي اصلا مازال ما ساليتش لك 100 درهم. كاينه هاد الشوميزه هادي تتجي طويله حتى هي، تتجي عريضه، هي تتجي اوفر سايز، فيها جوج الالوان، فيها الفيولي. هاد الشوميزات كاملين كتصورتهم انا 180 درهم، ما كاينش قل من 180 درهم. حتى هي رجعت 100 درهم. يلاه البنات اييه اللي ما بغاش تلبسها البنات. القوامج ديال 180 درهم دابا ب 100 درهم. كاينين هادو، هادي كنا صورناها البنات 150 درهم، دابا هادي شحال؟ تا هي 100 درهم. 100 درهم. القميجة ديال 150 100 درهم، فيها الالوان تا هي، فيها هانتوما، فيها هاد الكاميل هذا، فيها هاد لورونج، فيها هاد النواغ هذا مع الزيتي. هادو شحال تيلبسو هادو؟ حتى الاكس ال. بالنسبه لهادو اليوم غير ب 100 درهم، غير اللي ما بغاش تلبس. راه يوسف انا مشى ليا الصوت، صافي مشى ليا الصوت.
ولا كاينه شي خير مازال نشوفوا شي خير المتابعات مرحبا. بالنسبه لهذا الموديل هذا عاوتاني مختلف على الموديل اللي شفنا هذا، عاوتاني الكريب اللي تيجي طايح حتى هو مكرش، ماشي هو هذا اللي شفنا في الاول. حتى هذا البنادير 100 درهم، غيبقى لكم 80 درهم. الالوان اللي فيها، فيها صابلي، فيها البيج، فيها الكاميل، فيه البلوروا، فيه الاخضر، فيه النوار، فيه الابيض، ها النوار ديالو. بالنسبه لهذا تيجينا، تيجي ضروه هذا اللي قلنا ب 60 درهم، وهذا تيجينا عريض من التحت تيبقى ب 80 درهم. كاينين الموديلات ديال السراول بالنسبه لهذا، كاينين الصايد ديال الجين حتى هما. الصايد ديال الجين شحال دايرين؟ 150 درهم. 150 درهم تتجي عريضه الناس اللي تيبغيو الصايات. ها هو التوب ديالها، شوفوا معايا التوب ديالها طايح. كاينين السراول، السراول شحال؟ السراول كيبداو من 130 درهم حتى 150 درهم. من 130 درهم، من 130 درهم حتى 150 درهم السراول. كاين هذا الموديل هذا كيبقى 130 درهم. نشوفوا معاهم. ها انتم هذا 130 درهم. كيبقى 150 درهم هذا. هاد الموديل وهاد الموديل كيبقاو 150 درهم. بحال البيسه اللي كنا شفنا، ها انتم التوب ديالها تيجي طايح، تيجيو مريحين حتى في البيسه ديالهم، تيجيو مريحين من 130 درهم حتى ل 150 درهم. كاينين الناس اللي تيسولوا على مثلا هادوك الصايات اللي فيهم الفتيحه، نشوفوا شي حاجه منها. كاين هادي تتجي فيها الفتيحه في الظهر ديالها، كاين هادي عاوتاني تتجي قصيره، هادي 150 درهم. بالنسبه لهادي حتى هادي ب 150 درهم، وهادي اللي فيها الفتيحه اللوش شحال تتبقى لهم؟ 150 درهم بالنسبه للصايد ديال الجين. حتى هاد الموديلات هادو الناس اللي باغيين نمر، هذا تيجي عريض، تيجي كلوش التوب ديالو البنات ديال الخيط، ولاني طايح يعني كنتي تتلبسيه حتى للدوبل اكس ال، تتلبس حتى حتى ل 50 56 بالنسبه لهاد الموديل هذا. في غير هاد اللون هذا بالنسبه لهذا ديال النمر، وكاين موديل اخر هذا فيه جوج تلوينات، فيه البلوروا وفي النواغ ديالو، حتى هو تيلبس حتى اللي تيلبس هذا حتى الدوبل اكس ال، ولاني عريض. شوفوا الثوب ديالو واسع وعريض، ديروا ليها شوميزه بيضاء ولا ديروا ليها في النواغ تجيكم زوينه. كاين هذا ديالو بالنسبه لهذاك الثمن ديالو شحال تيبقى؟ 150 درهم ديال الاولى. هذا ديال الاولى الالوان اللي فيهم، فيه النواغ، فيه الباج، في غوز فوشيا، في البلون كاسي، هذا ديال الاولى، في الابيض، في الزيتي، وفي الكناري. نشوفوا الكناري، وفي هذا الكناري هذا، وفي الاخضر الملكي اللون الاخر هو الاخضر الملكي. هادو ديال الاولى، هادو ديال الاولى تيبقاو لكم الثمن ديالهم البنات غير ب 150 درهم. بالنسبه لهادو السراول ديال الاولى تيجي فيهم حتى واحد لابوش، ولاني راه فنين في البيسه ديالهم، تيجيو كلاس، تيجيو في البيسه ما شاء الله. ثم هنايا مازالين السراول كاينين ديال الفصاله البنات، الثمن ديالهم البنات داير 130 درهم. هادو ديال الفصاله فيهم لي طاي، وكاينين هادو ديال الخيط اللي فيهم الالوان، ديروهم مع شوميزات. هادو الثمن ديالهم تيبقاو لكم البنات 130 درهم، يعني فيهم الزواق. هادو البنات عاوتاني هادو ديال الكريب المكرش، حتى هما تيجيو في لون واحد، تيبقاو لكم 130 درهم. حتى هاد لونسومبل فيه برومو بالنسبه لهذا، حتى هو من سولد. التوب ديال الكريب هذاك المكرش تيجيو حتى هما تيجيو عراض. بالنسبه للبنوتات هادو ثاني تيلبسوا لي طاي من الام حتى الاكس. في هذا الاخضر هذا، فيها هذا الازرق، وفيها البلو جين، فيها ثلاثه ديال اللوينات. انا غنحط لكم كيفاش تجي في اللبسه ديالها. بالنسبه لهذا اليوم الثمن ديالو شحال يوسف؟ 120 درهم. اونسومبل بالثوب ديال الكريب المكرش 120 درهم. البنات هالأونسومبل شتوه بنياتكم 120 درهم،
150 اقل ثمن 120 فيه من السمر حتى دوبل اكس ال، هذا غير البنوتات واللوينات اللي شفتو فيه 120 درهم. نرجع عند يوسف وهذا البسي فوليا الانسومبل هذا، هذا راه لبساتو نهيله نوريه لهم نجبد لهم اللون شوفوا. كيجي طويل من الظهر كيف ما كتشوفوا البنات، تيجي قصير شويه من القدام، تيلبس سمول ميديوم ال اكس ال في تل دوبل تل يوسف. الثمن صادم بالنسبه للانسومبل، الثوب ديال الخيط بالنسبه للثوب ديالو شوفوا معايا الثوب اللي هو طايح لي مونشي جو على هذا الشكل، هذا هابطين بالصديفات تيجي بالسريوين، فيه ثلاثه ديال اللوينات، فيه هذا النواغ هذا، كاين فيه هذا الاخضر الكناري وفيه هذا البلو سيال. يعني هادو شحال تيلبسو يوسف؟ 46. نشوفو معاهم السروال، هانتوما السروال ديالو كيفاش يجي، تيجي ضروة تيجي بالسير تيجيو فيه الجياب. بالنسبة لهادو الثمن ديالهم؟ الثمن ديالهم هو خرافي، هذا 130 درهم الثمن ديالو، أونسومبل اليوم 130 درهم والثوب ديال الخيط، هادي حاليا الجملة ديال 200 درهم، يعني بثمن الجملة تتبيع ليهم. أقل من ثمن الجملة 130 درهم، 130 درهم بالنسبة لهاد لونسومبل ديال الخيط، ومازال كاينة سلعة هنايا كي قلت لكم كثيرة. نشوفوا مع هاد لونسومبل البنات، هذا ديال لي كغون طاي، يعني تيلبس حتى ل 3 إكس إل، يعني غادي تلبسي شوميزة بالسريويل ديالها، يعني تتجي طويلة وتتجي عريضة، تتجي مستورة. الألوان اللي فيها، فيها الغوز، فيها الأخضر، فيها السيال، وفيها البلوغوا ديالها، هذا في الصولد. بالنسبة لهادي تتلبس قلنا حتى للدوبل اكس ال، والثمن ديالها 250 درهم، 230 درهم، هذا اللي في الكغون طايو ب 130، 130 درهم بالنسبة لهذا 250 130 درهم، هذا غير في السولد، وبقاو فيه ربعه ديال اللوينات اللي بقى، يعني البلور والاخضر وغوز فوشي والسيان. ندوزو لهاد الانسومبل عاوتاني، هذا ديال الجين، يعني الثوب المبرد اللي كنا شفناه في الكساوي. شحال هادي البنات فاش صورت معاكم الكساوي ديال الجين، دابا جابوا لكم لونسومبل اللي جا الطلب بزاف، الثوب تيجي مبرد شوفوا معايا ما شاء الله، الثوب طايح تيجي بالصديفات هابط، الجناب ديالو تيجيو شويه طالعين. نشوفوا السروال، السروال ديالها تيجي هكا ضروه تيجيو بالجياب. نشوفوا الموديل الثاني ديالو، المهم هادو كاملين حتى ل 4 اكس ال. كاين هذا الموديل هذا عاوتاني، هذا شوفوا باش تعرفوا الاختلاف، هذا عاوتاني تيجي داير من التحت حتى هو بالصديفات ديال الخشب. نشوفوا الموديل الثالث، ها انتما الموديل الثالث ديالو هو هذا، هذا عاوتاني مخيط تنقولوا بالازرق، هذا اللي شفنا الكامل، وهذا اييه. شو معايا هذا الموديل هذا عاوتاني، هذا تيجي عريض حتى هو حتى ل 4 اكس ان. ها والموديل الرابع اللي واعر اكثر، تا هما بالجياب السير اييه. لا موديل زوين بالنسبه لهذا ومبرد. الموديل الاخير الثوب طايح مبرد ديال هاد الحراره هادي، ما يشرب ما حتى حاجه، لبسي وعاودي لبسي صابون. نشوفوا الموديل الاخر، هذا هو الاخير اللي واعر، تيجي اوفر سايز، تيجي بغيتكم تقيسوا الثوب ديالو البنات، الثوب ديالو اللي طايح هابط بالصديفات، حتى هو السروال ديالو تيجي في هذا اللون هذا. اللي زوين فيه هذا ان لي مونش ديالو تيجيو اوفر اوفر سايز، ها السروال ديالو هي حتى دوبل اكس ال، والاخر اللي شفنا معاكم 4 اكس ال، والثمن ديالو البنات داير 300 درهم 320 درهم، غيبقى لكم 300 درهم بالنسبه لهاد لونسومبل ديال الجين، الثوب اللي خطيره البنات، يبقى ب 300 درهم. هذا الحاجه اللي زوينه فيه بالنسبه للثمن ديالو كيدير 300 درهم، اللي راه حسبوا 320، ها 320 250 درهم، 250 درهم بدل من 320 درهم، تيلبس حتى للدوبل اكس ال.
بالنسبه لهذا الموديل هذا وهذا الموديلات اللي شفنا معكم تيبقاو 300 درهم بدل من 320 درهم. وعندهم هنايا البنات الموديلات في السراول ابتداء منين يوسف؟ من 130 درهم تقدي دي سروال. نشوفوا شي حاجه في الموديلات فيكس. دوزوا لهذا الموديل هذا بالنسبه لهذا 3 بياس للمحجبات. هذا الموديل قلت لي مازال يلاه جا، تيجي التوب ديال الكريب المكرش، تيجي هاد التريكو هذا تيجي من التحت مزوق، والسروال تيجي في لون واحد. نشوفوا الالوان ديالها شحال تيلبسوا يوسف؟ تيلبسوا حتى 3XL. نشوفوا الالوان ديالها، الالوان اللي فيها، في هذا الغوز هذا مرتديلا، في هذا الكامل اللي لابسه الموديل، في هذا الاخضر الملكي، وفي هذا الفيغ هذا. وشحال الثمن ديالو ما يوسف هادو اليوم؟ 250 درهم بدل من 270 درهم. هادي للمحجبات، اللي طايقنا تيلبسو حتى للدوبل، حتى للطروا اكس ال بالنسبة لهذا الموديل هذا. كاينين موديلات بالنسبة للطروا بياس تيجيو بحال هذاك اللبسة هادي، هانت هادو عاوتاني لي مونش ديالهم مختلفين، تيجي المونش ديالو على هاد الشكل هذا، تيجي التحتاني ديالو هكا، والسروال اييه ما شاء الله. الالوان ديال هذا حتى هو شحال تيلبس؟ حتى ل 50. ها انتما فيها الاخضر، فيها الغوز مرتديلا، وفيها الكامل، والثمن ديالها 280 درهم بالنسبه لهذا بدل من 300 درهم. هذا واعر، هذا عاوتاني هذا تتجي الفوقاني ديالو تيجينا طويل، تتجي مستوره. شوفوا معايا الخدمه ديالها، ها انتما الثمن ديالها 300 درهم. نشوفوا يوسف اش يدير لينا في الثمن. حتى هي تتجي بالسروال ديالها، الالوان ديالها فيها بلو جين، فيها البلو مارين، فيها جوج اونواغ، فيها ثلاثه ديال اللوينات بالنسبه لهذا الموديل هذا حتى هو 3 بياس. شحال تيلبس؟ حتى ل 50، والثمن ديالها 300 درهم. شحال تبقى لهم؟ 270 درهم بالنسبه لهذا 3 بياس. كاين هذا عاوتاني اللي تيسولوا الناس، اللي تيسولوا على الطويل، هذه تتجي طويله وتتجي مستوره. توب بالنسبه لهذا، توب ديال لولا بالنسبه لهذا، وهذا الكريب المكرش تيجي في التحتاني ديالو، والسروال توب اللي هو مبرد. وشحال اللي طاي اللي فيها هادي؟ حتى ل 3 اكس ال. فيها الكامل، فيها هذا البلو هذا، فيها ثلاثه اللوينات ياك، بلو جين، الكامل، والباج طوب. والثمن ديال هادي 280 درهم بدل 300 درهم. 280 درهم. كاين هذا عاوتاني، هذا تيجي طويل، هذا هذه من السلعه الجديده كامله، هذا تا هو 3 بياس. اييه لي مونش ديالهم تيجيو هكا مقبوطين، تيجي التوب ديال الخيط هذا، والتحتاني تيجي التوب ديال الكريب المكرش المبرد ديال هاد لا سيزون هادي. شوفوا معايا الموديل ما شاء الله، والالوان اللي فيها، فيها بلو جين، فيها الفيغ او، وفيها الباج طوب، فيها ثلاثة ديال اللوينات. والثمن ديال هادي 280 درهم بدل من 300 درهم، ولي طاي حتى ل 3 اكس ال بالنسبه لهادو ديال 3 بياس. حتى هاد الموديل هذا، هذا عاوتاني تيجينا 2 بياس، هذا للمحجبات تيجي طويل، توب ديال الخيط هذا خيط، وهذاك خيط المكرش. شوفوا معايا الديزاين ديالو كيفاش يجي، والسروال تيجينا من التحت كلوش. شوفوا معايا الموديل، الالوان اللي فيها، فيها الكامل، فيها غوز، فيها مو، فيها بلو جين. وهذه الثمن ديالها يوسف شحال؟ 230 درهم بدل من 250 درهم. لا لا مهلاي، هذه المره جاب لكم سولد اللي هو صراحه زوين بالنسبه للسولد اللي شفتوا معنا اليوم، ومازال ما ساليناش. شوفوا البنات، جينا بالنهار، يعني جيت باش نصور بالنهار، دابا ها نتوما ضرب علينا الليل ومازال ما ساليناش لكم في التصوير. يعني الليل دابا ضرب ومازال، يلا نحاولوا دابا نساليو الفيديو.
نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بالنسبه للمحل انا نحط لكم الطريق، الناس اللي باغيين يجيو للمحل نحط لكم الطريق، ومره اخرى ان شاء الله غادي نتلاقاو فيها وتجديد. المهم البنات وصلنا لاخر لا فيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم وبغيتكم كاملين تستافدوا من البرومو. بسلامة عليك خويا يوسف. أو أيه تهلا لي في المتابعات، جاوب لي على التليفون. المهم نقول لهم بسلامة، هنا سال الفيديو، خليكم مع الطريق، أنا نحط لكم دابا الطريق إن شاء الله. هانتوما بالنسبة للادغيس ديال شيك ستيل، ها هي الخيرية، هي هادي القصرية ديال الخيرية، هي هادي اللي معروفة هنايا. حنا ندورو على يدينا اليسر، ندورو على هاد الرون بوان هادي. هانتوما هذا هو المسجد ديال الخيرية، معروف لا جيتوم من الجهة ديال محمد بوزيان، هذا كامل تيتسمى محمد بوزيان. ندورو على هاد الرون بوان هادي وغادي نمشيو نيشان، هذا هو اللي معروف تيقولوا ليه الشارع ديال الهودج، معروف بالقهوة ديال الهودج، المحل حدا تصفية ديال الدم. كنا حطينا لكم لادغيس من العمالة ديال سيدي عثمان، هاد المرة جيتكم من الطريق ديال الخيرية باش الناس ما يبقوش شالفين على لادغيس، حدا عالم الزرابي اللي يدير ضجة في كازا، اللي تتصور مع أخت ديالي قناة العثمانيات، راه أنفاس معاه المحل، ما عندكم فين تلفوا. هاد الشارع هذا معروف بمحمد بوزيان، وفي نفس الوقت قهوة ديال الهودج، العمالة ديال سيدي عثمان أنفاس معانا، شتوها؟ غتبقاو غاديين على هاد الشارع هذا، حنا ما نوصلوش للعمالة، أنفاس مع الشركة العامة، ها الشركة العامة المحل أنفاس معاها. هذا هو المحل البنات، شيك ستيل، وهذا هي تصفية ديال الدم، هي هادي.